طيشوها؟ كان جيت تريض، كان جيت تعمل عقل، ما نطيشوهاش، نخدم عليه كما نخدم على امي وبابا. هاي عملت عقل، يا سيدي عندكم اختكم حشاها مهبوله. كما نخدم على امي وبابا نخدم عليه، اما تعمل عقل قبل. هاي عملت عقل، اليوم جات البرنامج في برنامج تحب ترجع لبوها وامها واخواتها، هاي تفضل. تحب ترجع لبوها؟ ما يحبوش يقبلوها، شنو نعمل؟ باهي انا نقبلها ونخدم عليها ونعطيها فلوس. امي وبابا ما يحبوش يقبلوها، هم اصلا قالوا لعدنا لو طفلتش بشوي بشوي ميتي. احضر محضر خير فهمني، ولا كون انت قاصطه باهي مرحله ما هيش قتلك ما حشيش بفلوس. باهي اختك تو ما عندهاش وين تسكن. اي ما عندهاش وش تسكن، انا شنو نعمل نجم نعمل؟ ترجع تعيش في دارنا غادي؟ تقبل باش ترجع تعيش في دارنا؟ ترجع تعيش شكون باش يصرف عليها سي جعفر؟ رجعنا شكون يصرف عليها؟ ثاني ناس سامحني سامحني، معناتها ولد على امي وبابا ولدكم زوج. ولدكم اللي هو ولدها ولدكم انت خالته والاخر جدو نكمل لك عاد ما سامحني. بوها كان باش يقبل بها هي ولدها؟ لا تنجمش انت تفرق طفل على امه؟ تنجم ولا ما تنجمش؟ انا ما نقبلش بولدها. قالك نقبل بها هي ولدها ما نقبلش. انا ما نجمش طفل يبعد على امه. قالك انا ما نجمش. كي جايبته بالصداقه عليه جايبته بالصداقه، قالك تحب ترجع تعيش معايا تعطي طفل لبوها. انا ما نجمش يفرق طفل على سامحني امه. سامحني نعيمه، بابا عمره لقال الكلمه ذي وعمره لو باش يقولها. بابا ما يحبنيش نرجع الجمله سامح، ومستحيل بابا يقولها الكلمه ذي. سي جعفر كنت تحب دخل وراه بيه بربي، كان الحاج يحب يدخل يتدخل خلينا نسالوه بربي. كنت تحب اسال خويتي عواشر لان نلموا العيله يا رسول الله. انا ما نجمش خياني عواشر خياني يهديكم عواشر، راه ثم ربي ثم رمضان جاي، راهي الكورونا كل يوم تقتل في العباد. صليوا على النبي، لموا اختكم ضاعت يا سيدي، غلطت يا سيدي. حتى لو كان ثم عندي كل عبد يغلط يخلص، اكبر جريمه في حياته ما نطيشوش. حتى بعد يشد مؤبد خويا هذاك بالطبيعة الناس كلها يا اخي. اول واحده تاخذ واحد حبته مش في بالها يحبها وكذا وخذاته وغلطت. ماخذة الرجال مش سهله، اي راجل ينجم يلعب بيك ينجم يعطيك يا بنتي. الله يطيحك الله يطيحك في قصه حب مال، تنجمي تتبلعي في واحد تحبيه وكذا، سبحان الله تنجم تزين لك الدنيا وكذا ويحكي لك كيف كيف. الرجال ينجم مرات تزين له الدنيا وكذا من بعد تظهر ماهيش في المستوى نتاع انتظاراته. الحاج موجود الحاج. حاج تفضل حاج تفضل حاج، مرحبا بك. شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ شنو حالك؟ لاباس برك؟ لاباس مرحبا الحمد لله. يعيشك سامحنا في تعبك. سميح يا حاج، انت كنت تسمع فينا؟ اي حاج وخي معمولك الرب يا عواشر ورمضان، صغيرة في العمر غلطت واختارت واختيارها كان على الحيط، غلطت سبحان الله. انت مسؤول قدام ربي على الطفلة هذه نهار اخر. يا حاج وخي ما ترجعنيش، خلي الطفلة بيتها في الشارع، الطفلة عندها طفل ملايكة في رقبتها، الطفلة الراجل اللي خذيته ما تلعبش في المستوى، غلطت. كنا نغلطوا يا حاج ولا انا غلط؟ مستحيل. شنو هو المستحيل؟ مستحيل لكن هي تطلع غلط. ثمش حاجه غلط. وما ثمش حاجه سيئه على شكون خصبها. خرجت من الدار مشت تخدم. قالت لا عندي لا بو لا ام لا اخت لا اخت. هذه نحاها. سامحني باش ندخل. الطفلة اللي تدخل بوها للحبس شكوني؟ تسمى طفلة ذي؟ أما بسمة 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 باش نعطيك بعد يا بسمة تتكلم، خليني تو سامحني. وصلت قدام المركز قالت ماهوش بابا ندخله للحبس، شكوني يا ذي؟ شكوني اللي تدخل بوها للحبس؟ بوها اسأله كنت حب. توصل قدام المركز تدخل بوها للحبس؟ وصلت قدام المركز قالت له ماهوش بابا وندخلوا للحبس، عملت مستحيل دخلوا للحبس ولا قالت باش ندخلوا باش تدخلوا. اما الحمد لله. اسمعيني يا اختي مدام سونيا، احضري محضر خير تو باش تدخلوا للحبس شيء خاطر هي تعمل هي تعمل في عمايل في عائلاتنا، راه صارت في عائلاتنا اكبر من هك، وصارت في حوم اكبر من هك، والبشر يغلط. قلت لك راهي غلطت، نحبك تكون حاضره محضر خير. مش غلط مش غلط مش غلط. ما غلطتش؟ ما غلطتش. يا وبي طلبت عليه طلبت عليه وصلت لي. شو؟ طلبت عليه وصلت لي. اللي طلبته وصلت له؟ وصلت. اللي هو شنو يا حاج؟ طلبت على الرجل وصلت للرجل. باه؟
طلبت امورها واضحه عاونوها خيوتها يخدموا يعطوها من غير ما نشعر. باهي. ثاني حاجه اشنو المطلوب مني تو؟ المطلوب منك انت يا حاج ولو انه انا عندي عليك لوم. الطفله هذه خرجت تخدم وهي صغيره، طفله. قانونا ممنوع. وحده وحده لو ما نغصبها. ها؟ وحده. لو ما نغصبها. انت علاش ما قريتهمش يا حاج؟ الغالب الوقت هذاك ما وصلناش. الوقت هذاك ما وصلناش. اي هذا تو ديجا تو. تو أنا مانيش واصل، روحي مانيش واصل. يا حاج التعليم مجاني. بلاش فلوس التعليم. القراية. وين؟ في تونس. لا مش تو نسكن في الحدود تاع الجزائر. في بالك ولا؟ في الحدود. في الحدود. مدرسة ولا بحدكمش؟ نعم. ما في فرنانة ولا؟ واش خاصكم كي جيت نسكن في الفرنان؟ خارج الفرنان. منطقة حدودية بعيدة على المدرسة. كبرنا ولات عندنا مدرسه. تصور انت على البهايم مع كل شيء. نعرف ظروف قاسيه. به به هذا ماضي خويا.